شوفوا أسادنا، انتوا متهيألكم ان انتوا بتحاربوا طواحين الهوى، هوريكم وكله منه فيه. ما بجيبش من ميت الكرة ما بلد ابويا، ولا بجيب من المقابر اللي مدفون منها في ابويا. الله يرحمك يابا، كان راجل ونعم الرجال. انا ظهر القصر لما ابويا مات، والله العظيم الله يرحمه. يعني هما كانوا بيقولوا عليه رائد العمل الشعبي في محافظة الدقهلية. كل جيله اللي باقي منه دلوقتي، لو حد يسأل، لو تسألوه على ابويا يقول لكم كان راجل محترم. انا مانيش جايب الكلام ده من عنده من المقابر، انا جايبه منه فيه.